من سوريا، حيث أصدرت الهيئات الإسلامية السورية بيانا دعت فيه تنظيم داعش التابع للقاعدة إلى الكف عما وصفته بالتصرفات التي تدعو إلى الفتنة والشر. واتهمت الهيئة الإسلامية التنظيم التابع للقاعدة بالغلو في تكفير المسلمين، كما اتهمته بادعاء احتكار المنهج والتوجه وإطلاق الأحكام منفردا. كما دعت الهيئة التنظيم إلى عدم التدخل في شؤون السوريين كإعلان دولة لا تملك أي مقومات، واتهمت الهيئة الإسلامية السورية تنظيم داعش بالتعمد افتعال الخلافات مع الفصائل المعارضة.